من تستطيع أن تجمع بين هذا الكلام، تستطيع أن تحدى هذا الوضع. الجميل في الإمارات لدينا سيدة تحدث الإمارات 4 مرات ورشحت نفسها لبرنامج اسم الملكة، وهنا نعني ملكة المسؤولية الاجتماعية، وقدمت مبادرة تحت اسم سفراء الإيجابية. هذه المرة تحدث المرأة استطاعت أن تزرع الإيجابية في نفس كل إنسانة تعاني، وفي نفس أهل المريضة، وفي حقوق الأطفال. فعلا احنا يمكن كنا لما نسمع للمرض بالفعل نكتئب، ولكن لما نجد امامنا امراه تتحدى المرض 4 مرات وهي بسعادتها العريضه، طبعا من باب اولى بعد ان احنا نكون اقوياء في هذه المواقف. المراه قادره على هذا الشيء. مش بس سرطان الثدي، في كل سرطانات المرأة حساسيات كتيرة بنعملها زي ما احنا شايفين كده. مرة عملنا هنا في المغرب حوالي كان في سيدة ناجية من السرطان عملنا لهم حاجة اسمها لوك جود فيل جود، يعني خلي شكلي يبقى حلو عشان كمان أحس بإنجاز. المرأة العربية في كيفية الزراعة.